السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نشوف ازاي اضيف طبقة للفيك ستراكشر للفلور. يعني لو انا عندي فلور ستراكشر اهوت رسمت اهوت تمام، خليني ادخل هنا في الايديت طيب تمام، وهعمل دبل كليك على اساس احافظ على النسخة القديمة. هقوله بريفيو عشان نشوف شكل الشغل هيبقى عامل ازاي. هقوله ايديت، هقوله انا عايز اضيف لير كمان، اللير ديت هخليها داون واقول له دي عندي تبقى ستراكشرال ديك تبقى بالشكل ده. اختار منين بقى الشكل دوت؟ اختار من البروفايل، ممكن يبقى عندك اكتر من بروفايل هنا تمام، وتقدر تعمل البروفايل للشكل اللي انت عايزه تمام. يعني ممكن تخليها دي ايدي زي ما انت عايز الشكل دوت، وبعد كده تختار الماتيريال زي ما انت عايز. ممكن تدور مثلا على ميتال اهوت وتقول له اوكي. ممكن تخليها لير اباف او ستاند الون ديك، يعني تبقى طبعا منفصله او تبقى داخله جوه المساحه بتاعه الفم. هنا هتلاقي ملهاش سيكنس لانها تاخد من سيكنس اللي فوقيها. هنا ستاند الون هتبدا من بعد ما ينتهي الاستراكشر فلور. اقول له اوكي. بيقول لي لير اللي هي 6 دي عايزه نحدد لها مثلا ستراكشر بالشكل دوت، واقول له موافق. وتعالى ناخد سيكشن فيها، ولازم عشان تشوف الأجزاء دي تقول له فاين بالشكل دوت. طيب تعالى هقول له هنا انا عايز سيكشن في الاتجاه الاخر، هتظهر معاك بالشكل دوت زي ما تشايف. طيب لو عايز تضيف بروفايل هتقول له فايل وتقول له نيو فاميلي وتبدأ تختار بروفايل. عندك انواع كتيرة من البروفايل، تقول مثلا البروفايل دوت، وتبدأ بقى تختار البروفايل ده السكشن بتاعه ايه، البروفايل اليوسج بتاعه ايه. اوكي، وتبدأ ترسم بروفايل بس خالص زي ما انت عايز، ممكن مثلا بالشكل دوت، وتديله اي اسم انت عايزه تمام. وممكن تحدد بقى انت عايزه في ايه بالظبط، سلاب اتش سلاب بيتال ديك بالشكل دوت تمام. وهقول له حمله، هو ده اسمه فاميلي تي، حمله في المشروع اللي احنا شغالين فيه. ده كان بروجكت 2. طيب لو جيت هنا وقلت له دي طيب ودخلت ايديت وعلمت على ستراكشر ديك، هتلاقي فاميلي تي ظهرت بالشكل دوت، وتقول له اوكي اوكي، وتدخل على سيكشن 2 تلاقي الشكل بتاعه اتغير.